إدريس عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي. هذه نقابة تعليمية أكثر تمثيلية على مستوى التربية الوطنية يعني الابتدائي والثانوي ثم على المستوى التعليم العالي. التقارير الدولية كاملة كتقرر بأن الوضعية تاع التعليم في بلادنا هي وضعية مزرية، وحتى على مستوى التقارير الوطنية والتقارير يعني تاع وزارة التربية الوطنية والتصريحات تاع المسؤولين على مستوى الدولة بما فيها الملك وعلى مستوى الحكومات المتعاقبة وعلى مستوى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هذه كلها تقارير كتقول بأن الوضعية نتاع التعليم في بلادنا هي وضعية مزرية. التجليات ديالها كتجلى في كون أنه كاين نقص كبير على مستوى البنية التحتية، كاين نقص كبير كذلك على مستوى الموارد البشرية. مؤخرا باش الدولة تسد الخصاص على مستوى هيئة التدريس وعلى مستوى حتى هيئة الإدارة، كاين الالتجاء للتعاقد تعاقد بالنسبة لينا حنا رافضينه التعاقد، لأنه كيكرس الهشاشة نتاع الشغل في القطاع نتاع التربية الوطنية. زيادة على هذا كون أنه لهاد الشباب والشابات والرجال والنساء اللي كيتم التعاقد معهم باش أنه يشتغلوا في التعليم أنه ما عندهمش تكوين، بمعنى أنه كيتم تشغيل نساء ورجال في القطاع نتاع التربية الوطنية بدون تكوين، وهذا الشيء هذا كيزيد يعني الوضع نتاع التعليم كيزيد يعقدوا اكثر. بلادنا مع الاسف بلادنا هذا الشيء هذا حضرنا به يعني منذ سنوات كنقابات تعليميه وكتنظيمات سياسيه وكيساريين، ولكن مع الاسف ما كاينش الاراده السياسيه لاصلاح المنظومه نتاع التربيه الوطنيه. انا اقول اكثر من هذا، انه كاين الاراده السياسيه باش ان الازمه نتاع التعليم تستفحل وتستمر، لان كاين اراده باش انه يكون تجهيل نتاع المجتمع وتجهيل نتاع الشعب. المساله نتاع يعني هذا التجهيل هذا كيتجلى يكون اننا عندنا واحد العدد كثير نتاع الاميه. الاحصائيات نتاع الدوله كتقول بان الثلث نتاع المغاربه اميين، لا يقرؤون ولا يكتبون لا الكتابه يعني الحروف ولا الحساب، وهذا كيضر بالمجتمع وكيضر بالدوله وكيضر بالتنميه وكيضر بالاقتصاد نتاع البلاد. الامور اللي ادت لهذا الوضع هذا اللي كنعيشوه هو انا في نظري بالاساس كيف قلنا انه كاين الغياب تاع الاراده السياسيه في الاتجاه نتاع الاصلاح، وكاين الاراده السياسيه نتاع استمرار التجهيل والتطبيع نتاع السكينه، ولكن كاين كذلك الفتح نتاع المجال نتاع النهب ونتاع الرشوه بما فيها قطاع التربيه الوطنيه. مؤخرا دارت واحد دراسه دارها الصندوق النقد الدولي. حنا عاده لا نستشهد بالامور تاع الصندوق النقد الدولي، لاننا نعتبر بان صندوق النقد الدولي لو فون مونيتير انترناسيونال بانه هو المسؤول على السياسات المتبعه في بلادنا، هو المسؤول على السياسات المتبعه في بلادنا، رغم انني شخصيا اقول بان المسؤول الاول هما المسؤولين في بلادنا، المسؤولين على مستوى الدولة، المسؤولين على السياسات المتبعة، وفي حقه هما اللي يعني ما يمكنش باش أننا نبرو المسائل اللي كنعيشوها فقط
بالامور اللي جايانا من صندوق النقد الدولي ولا من المؤسسات الماليه الدوليه. قلت بانه صندوق النقد الدولي دار دراسه بسيطه لمجموعه تاع الدول، وهذه الدراسه هذه كتقر بانه الى تم صرف المصاريف المخصصه، يعني الماليه المخصصه، البيدجي المخصص للتربيه والتكوين، الى تصرف فقط هذا الشيء هذا، ويعني في اتجاه نتاع الصرف يعني لصالح المنظومه، فهذا سيؤدي لانه النظام التربوي ديالنا غادي يتطور. المقصود وهو انه الى تصرفات الفلوس والماليه المخصصه في نفس يعني في الاتجاه الصحيح، بمعنى ما يكون رشوه، ما يكون نهب، ما تكون صفقات اللي فيها المكسوبيه والزبونيه والرشوه، فهذا سيؤدي يكون ان المغرب مثلا غادي يولي مرتب في الرتبه الثالثه على الصعيد نتاع افريقيا. ويلي وغادي يكون غادي يربح 52 رتبه على الصعيد الدولي، وهذا انا في نظري صحيح، لان المشكل اللي عندنا في بلادنا هو مشكل نتاع سياسه لا عقاب مع الناهبين واللي معروفين انه كتكون مصاريف اللي دايرها الدوله وبالطبع هي فلوس الشعب لصالح التربيه والتعليم، لصالح البنايات، لصالح التجهيز يعني المقاعد، يعني التجهيزات المدرسيه، يعني الحجرات الى اخره، وكذلك الامكانيات نتاع الداخليات والمطاعم. الور هذا الشيء هذا تم التصريح به وداخل مجلس المستشارين ومن طرف مسؤولين، وتقال بان هناك عصابه هي اللي كتسير التربيه الوطنيه، وهذه العصابه ملي كتسمع الصفقه الريوق ديالها كتسيل، عصابه الريوق ديالها كتسيل ملي كتسمع الحس نتاع الصفقه، وتقال بحال الشكل نتاع بافلوف انه ملي يعني الصفقه كتولي واحد الحاجه اللي يعني كتفتح الشهيه للناهبين والمستغلين والشفاره الور هذا الشيء هذا تقال في مجلس المستشارين بحضور رئيس الحكومه السابق، بحضور وزير العدل، بحضور وزير التربيه الوطنيه، بحضور وزير الداخليه، وامام المستشارين داخل القبه، وهذا الشيء هذا دايز في التلفزه المغربيه بشكل مباشر، وكاين دابا في اليوتيوب، وهذا الشيء تقال، ولكن ليس هناك من يحرك ساكن. تقال بان مسؤولين على مستوى وزاره التربيه الوطنيه كيطمعوا في الحجرات وكيطمعوا في التمر وفي البطاطا السردين نتاع التلام، ولكن مع ذلك الدوله لم تحرك ساكن، لان هناك سياسه لا عقاب المنتهجه من طرف المسؤولين في بلادنا، وسياسه لا عقاب هي في الحق تشجع على النهب، لان من لا يعاقب على واحد الامر اللي كيقوم به ضد الماليه العموميه اللي هي ماليه الشعب، فهذا بالطبع الور هذا الشيء هذا يعني كيجي صندوق النقد الدولي وكياكدوا وكيقول بان كيخص داك الشيء اللي كنا كنقولوا حنايا، دابا صندوق النقد الدولي كيقولوا. انا في نظري هذا ايجابي، ولكن غادي يكون ايجابي اكثر لو انه تكون المحاسبه والمساءله نتاع جميع المسؤولين على الماليه العموميه، وخاصه على المستوى قطاع التربيه الوطنيه والتعليم. ما يحصل هنا بالنسبه للحسيمه انا في نظري هو جزء مما يحصل على الصعيد الوطني. ما يمكنش باش انه هاد المطالب نتاع الشبان والشابات والنساء والرجال نتاع حراك الريف هي مطالب نتاعنا كاملين كشعب مغربي، وهي مطالب في الحقيقه بسيطه، مطالب نتاع الحريه والكرامه
والعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية بالمعنى نتاع تقاسم الخيرات، وتقاسم الخيرات بما فيها الخيرات المعرفية اللي هي المنتوج تاع المدرسة العمومية، واللي واحد العديد من الأطفال لا يستفيدون منها. أكثر من 350 ألف طفل مغربي أقل من 15 سنة يغادرون المدرسة سنويا، ويلتحقون بالطبع بالأفواج تاع الأمية وما يحوم حول هذه الأمية هذه من نتائج تاع يعني دابا وصلنا للداعشية، وصلنا لواحد الوضع نتاع أنه الشبان والشابات ورجال ونساء يستخدمون من طرف يعني واحد الأمور اللي هي في نظرنا السبب ديالها هو الجهل، هو الأمية، هو الفقر، هو قلة الحاجة. إذا مشروع علينا كاملين باش أننا يعني ندفعوا في الاتجاه تاع أن الحراك يوصل للمدى ديالو، أولا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في نظرنا هذا هو الشرط الأول، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إسقاط المتابعات لأنها متابعات ليس في محلها. هذو شبان وشابات ورجال ونساء مناضلين ومناضلات وعندهم غير على بلادهم، وكيدافعوا على القضايا نتاع الجماهير الشعبية، وبالتالي المكان ديالهم ماشي في سجن عكاشة ولا في سجن هنا في الحسيمة ولا في أي سجن في البلاد، بل المكان ديالهم هو وسط الجماهير من أجل التنظيم ديالهم والتعبئة ديالهم، من أجل أنه يقوموا بالأمور ديالهم السلمية والرائعة واللي حنايا كنعتزوا بها وكنفتخروا بها. المسألة الثانية وهو فتح الحوار، فتح الحوار مع المعنيين والمعنيات بالأمر. التجربة نتاع الحسيمة أنا في نظري تجربة رائدة، لأن المطالب هي مساقاة من السكان نتاع المناطق كاملة، وبالتالي المطالب ما يمكن الواحد غير يتبناها، والدولة يجب أن تستجيب لهذه المطالب وما تبقاش كتناور أو لا تستعمل التخويف ولا الترهيب أو لا تستمر في العسكرة اللي كاينة دابا. هاد العسكرة اللي حنايا باش دخلنا للحسيمة جايين من الرباط للحسيمة، أولا الطرق اللي غير يعني مجهزة، ثم العسكرة جميع الأنواع نتاع البوليس والدرك الملكي اللي كيستفزوا المواطنين والمواطنات والمناضلين والمناضلات. إذا المساج هو هذا، نحن كجامعة وطنية للتعليم مع الحراك نتعرف بأن المطالب ديالهم مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية كذلك، مطالب كذلك سياسية، لأنها مطالب كتمشي في الاتجاه تاع أنه البلاد ديالنا تزيد لقدام وما نبقاوش في واحد الوضع نتاع التخلف، وواحد الوضع نتاع الأمية، وواحد الوضع نتاع يعني اللي مجموعة نتاع الدول جات من بعدنا ومشات بعيد، وحنا مازالين كنقلبوا على المدرسة وعلى المستشفى وعلى الطرق وعلى إذا هذا الشيء اللي ممكن نقول. وشكرا، تبارك الله عليك. ويلي بالنسبة لنا كنعتبروا بأن الدولة المغربية بأن المسؤولين على مستوى البلاد يستعملون الدين لاستمرار الوضع. يذكرني سؤالك بما قام به أو لما قاله محمد شفيق. محمد شفيق هذا في 1968 كان مستشار ملكي بعد الحسن الثاني، وتطلب منه باش انه يدير دراسة حول الدور نتاع الكتاتيب القرآنية فيما يخص البيداغوجية وفيما يخص العطاء البيداغوجي. محمد شفيق آنذاك كان مفتش تربوي، الدراسة اللي دار على حسابه هو اعتمد على مجموعة نتاع الكتب، ومن بين الأمور اللي اعتمد عليها
الروايات والكتب نتاع طه حسين، وكاين كاتبين اخرين، واحد مغربي واخر مصري، وخرج بخلاصه بان الكتاتيب القرانيه تساهم في كون انها تنتج ناس خنوعين لا شخصيه لهم. هذا كلام تاع محمد شفيق. هذا محمد شفيق اللي من بعد كيولي هو المدير نتاع الكوليج رويال، يعني المدرسة المولوية اللي درسوا فيها يعني العائلة الملكية، ودرسوا فيها المسؤولين دابا اللي كاينين في المستوى البلاد. إذا محمد شفيق دار هالدراسة وعطاها. شنو كان القرار نتاع الحسن الثاني آنذاك؟ وهو أنه يجب القيام بنشر الكتاتيب القرآنية في كل الأحياء وفي كل الأماكن، وبالفعل هذا ما تم. هذا يعني بأنه الاستعمال نتاع الدين هو واحد الاستعمال اللي في الحقيقة ما خصوش هادشي، باش العلمانية، العلمانية هي الحل في هذا الموضوع وفي جميع المواضيع. ما يكونش استعمال نتاع الدين من طرف المسؤولين في بلادنا كيف ما بغى يكون نوع هذا الاستعمال هذا. إذا هذا هو نفس الشيء بالنسبة للواقع اللي كنعيشوه حاليا، وبالتالي اللي كيخص التنقية نتاع البرامج ونتاع المناهج من كل الأمور اللي كتخل بـ 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 بالأمور تاع الدين. كنتذكر أنايا واحد الوقت بأنه كان كتاب مدرسي فيه لوين بما يناسب، هذا الابن ديالي انا قرا هذا الشيء، لوين بما يناسب الكافر والمؤمن، والكافر هو في واحد الهيئه يعني وجه بشع ويعني لباس ماشي هو هذاك، والمؤمن هو شي واحد اللي النور على وجهه. هذا الشيء هذا كيتعلم الابناء ديالنا. اذا فين هذا التسامح وفين هذا القيم نتاع حقوق الانسان اللي خصها تسود داخل المجتمع ديالنا، واللي المدرسه هي في الحقيقه المدخل الرئيسي في هذا المجال هذا.